السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخوانا الرياضيين، شلونكم؟ أخباركم؟ وصلنا الآن إلى بطولة الخليج العربي في نسختها السادسة، واللي جرت عام 1982، جرت في الإمارات بعد أن ما استطاعت الإمارات تنظم البطولة الخامسة لعدم اكتمال المنشآت. استطاعت في هذا العام أن تستضيف خليجي السادسة. جرت مباريات خليجي السادسة في البداية بشكل سلس، ولكن طبعا بحضور جميع الفرق السبعة الخليجية المشاركة، ولكن قبل نهاية البطولة حدث أمر تكرر مثل ما قلنا كان سابقا. إذا تذكرون البحرين قلنا بالنسخة الثانية انسحبت في البطولة اللي صارت بالسعودية احتجاجا على هدف مباراة مع السعودية وشطبت نتائجها. انسحب فريق آخر من الفريق العراق، البطل السابق للنسخة الخامسة في 79 اللي جرت في العراق. ليش انسحب العراق؟ حسب الرواية الرسمية العراقية، وأنا ما ألقى غير هالتفسير طبعا صحيح، العراق كان بحالة حرب مع إيران، فكان نظام اللي بالعراق يحاول أنه يكسب ويجن الدول العربية كلها بجانبه، بالذات دول الخليج الدعم بالمجهود الحربي، وكذلك لكسب مواقف قومية وكذا. طبعا ادخال فظيع، ولو أغلب دول العربية بذاك الوقت تدخل الرياضة بالسياسة، هاي حقيقة طبعا لحد الآن، بس كانت يعني لا درجة ممكن الرئيس أو الملك يسحب فريق ويرجع فريق، بس بالعراق كان إلى درجة فظيعة يعني. لهذا السبب الحكومة العراقية اتخذت قرار غريب وعجيب وغير مبرر، سحبوا المنتخب العراقي. وشنو العذر؟ العذر والمبرر المفروض زين يعني بصالح دول الخليج. شنو قالوا؟ حتى اقتربنا انه الفريق العراقي اصبح قاب قوسين او ادنى من احراز اللقب للمرة الثانية على حساب الكويت. اوكي، وين المشكلة اذن؟ وبما ان الكويت متأهلة الى مونديال اسبانيا 82، فاحنا ما نريد معنويات الفريق الكويتي تكون سيئة والبطولة نعرف قيمتها للكويت، وتكون البطولة الثانية يتجرد ما يحرزونها، فاحنا نريد معنوياتهم قوية لما يروحون الى اسبانيا يمثلون العرب هناك. انسحب الفريق العراقي، هاي الرواية الرسمية يعني. طبعا الكويت لما يعددون جازاتهم، وهذا حقهم، هذا ما يعددون اسباب، ما يقولون يعني العراق ليش انسحب من البطولة. وبعض الاحيان بعض اعلاميين هم ورياضيين هم يقولون ان العراق كان خشية يعني، ما حب انه يطلع بنتيجة انه الكويت تجرد من اللقب، فكان عندهم تعالي وكذا، ما حبوا انه يخسرون اللقب. وطبعا هذا شيء غريب، بس يعني هم ما رادوا، ربما لان بعد السقوط صعب انه يقولون نظام صدام حسين زين وياهم. وبصراحه ما سامع الاعلام الكويتي، اكون صادق وياكم، ما كنت واعي ذيك المرحله يعني، مو كبير بالعمر حتى اتذكر الاعلام الكويتي هل قبل سنه 90 كان يقول فعلا العراق انسحب لمصلحتنا وكذا. واعتقد انه في حقيقه انه الاوساط الخليجي ما كانت مرتاحه لانسحاب العراق، الراد يخرب البطولة وسواها مالها ذيك القيمة يعني نسخة 2-8. طبعا بعد ما انسحب العراق انشطبت نتائج العراق طبيعة الحال، مثل ما انشطبت نتائج البحرين في البطولة الثانية 72 في السعودية، والنتيجة انه الكويت احرزت اللقب، عادت مجددا لتحرز اللقب اللي فقدته بال 79، والهدافين طبعا اكثر من لاعب هداف. هاي البطولة يعني اعتقد هي النسخة الوحيدة اللي صار بها أكثر من هداف، بعض النسخ هدافين أو ثلاثة بس، ما صار أعتقد أربعة، صاروا أربعة. ماجد عبد الله من السعودية عندنا الهداف الرهيب السعودي، يوسف سويد لاعب منتخب الكويت وعلى فكرة لاعب وسط كان أيضا لاعب مبدع يوسف سويد، إبراهيم زويد من البحرين، وسالم خليفة أيضا من البحرين، ساووا بالأهداف كل واحد ثلاثة أهداف. عندك افضل حارس مرمى طبعا احرز الصراح الى يوسف صلبوخ حارس مرمى الامارات وقت ذاك،
حارس غير مشهور طبعا، ما طور بالملاعب، وعندك أفضل لاعب حجبت هذا الجائزة، بطولة غريبة، حجب لقب أفضل لاعب في هذه البطولة. مثل ما قلت الكويت أحرزت اللقب، والبحرين حلت بالمركز الثاني، وأعتقد إلى حد السنوات الأخيرة لما تطورت البحرين بحيث أنها الآن حاملة اللقب، أعتقد هي من ذيك السنوات هذه كانت أفضل نتيجة للبحرين اللي حرزت المركز الثاني. ما بعدين ما سبق للبحرين أن تحرز المركز الثاني، إلى أن السنوات القليلة الماضية بدأت يعني البحرين تحرز المركز الثاني، وأحيانا تحرز المركز الأول وأحيانا الثالث. هذا الكل اللي موجود عندنا. البطولة خليج ستة بالإمارات 1972، العفو سحقت أنا، 1982. في الحلقة المقبلة إن شاء الله نتحدث عن خليج السابعة في مسقط 1984. تحياتي لكم ودمتم في أمان الله.